امرأة نفست قبل رمضان بعشرة أيام ثم اغتسلت بعد عشرة أيام من رمضان وصلت وصامت 20 يوما من رمضان رغم أنه ينزل عليها بعض الأيام دما بسيطا، هل صيامها صحيح؟ وإذا كان غير صحيح وتم الحكم وقد مضى سنتان فهل عليها كفارة؟ المرأة إذا نفست تجلس ولا تصوم ولا تصلي مدة الدم، فإذا طهرت ولو 20 يوما أو أقل أو أكثر تغتسل وتصلي وتصوم، لأن النفاس لا حد له محدود إذا تقليت، فإذا رأت الطهارة ولو أنها 20 أو 15 أو 10 أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، لأنه لا حد لأقل النفاس، فهي ممنوعة من الصلاة ما غسل الطهر، فإذا رأت الطهر وجبت عليها الصلاة والصوم وخلت لزوجها ولو لم تكمل 40، لكن متى مضى معها الدم حتى بلغت 40 فإنها تقف ولا تتجاوز 40، فإن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا لم ينقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد 40 ولو مشى الدم، بس حكمها حكم المستحاضات، تصلي وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة ثم المستحاضات. وأما إذا رأت الطهارة قبل ذلك 20 يوما أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وصومها صحيح ولو عاد عليها الدم، فلو صامت 10 أيام تكمل الشهر طاهرة ثم رجع عليها الدم في 10 الأخيرة من 40 فصومها صحيح ولا يضرها وتجلس البقية التي جاء فيها الدم. أما القطرات التي تعرضونها في بقية الأيام وهي طاهرة فلا يضرها ذلك، لكن إن وقعت القطرة أو قطرات في بعض الأيام في النهار وهي صائمة فالأحوط لها أن تقضي ذلك اليوم احتياطا، وإلا فلا يزل، لأن هذا ليس بنفاس، القطرات اليسيرة مع وجود الطهارة المستمرة ليس بشيء، هذه القطرات قد تكون لمرض وعلة عارضة. أما إذا جاء الدم المعتاد فإن أيام تجلسها على جاء فيها الدم ولا تصوم ولا تصلي، وأيام رأت فيها الطهارة صومها فيها صحيح ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذا طهرت بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا صوم صحيح ولو جاء الدم في الليل، إذا جاء الدم في الليل لا تصلي بعد وجود الدم، إذا جاء بعد غروب الشمس لا تصلي المغرب والعشاء فإن في حكم النفاس، أو إذا طهرت في آخر الليل وقعت الطهارة صلت الفجر وصامت النهار كله، فإذا جاء الدم في النهار بطل الصوم لأن لا تأتي مدة النفاس. أما الشيء الذي لا يعد في الحقيقة نفاسا لأن فطرات لا يوبها لها ولا يعتبر نفاسا فإن هذه أشياء عارضة، بخلاف النفاس المعروف فإن الدم يجري ويمشي معها وتعرف أنها في النفاس، هذا كله يجعلها نفاساء في الأيام التي يجيئها بها الدم، والأيام التي ليس بها دم تعتبر طاهرة وصومها صحيح. شيخ عبد الله عنك، هو صادف تقليد 40 من عادة السعرية يعني يتوقع عادة السعرية فتعد منك فتحكم هذا حكم هذا يكون عادة إذا من قطع تحسبه استحاضة، أما إذا قطع عن هدم النساء ثم جاءت الحيضة في العادة المعتادة في أول الشهر أو وسط الشهر هذه عادة معروفة، أما استمرار الدم معها فإنها تقطعه بالغسل وتصلي وتصوم وتعتبر هذا استحاضة لأنها لم تنفصل. نعم.